بعد ما خلصنا مرحلة الأول وتاني متوسط مجموعة إيه النهاردة الدوري، اليوم هنبدأ تدريبات مرحلة الأول الصف الابتدائي داخل الأكاديمية. النهاردة عندهم شغل مميز، نظام مراحل على مرحلة التصويب. مجموعة رقم واحد هنا، مجموعة رقم اتنين هيصيروا هناك، ومعانا مشاري زي ما انتم شايفين. برافو، اطلع يا الياس، ناولو ناولو، اسرع يا سرور، اطلع المجموعه اللي في الوسط عبد الرحمن. برافو، اطلع محمد، لعب له خفيف عند المرمى، سدد جامد يا ابو حميد. برافو، اطلع هنا، يلا يلا معاذ، اطلع فوق فوق فوق، تبادل فوق، اعلى اعلى، صح يا ميزو، برافو عليك، روح هات جول، سدد. هنعيد تاني، هنعيد، برافو، اطلع يا عمار، برافو، هات الكورة، اطلع اطلع يا احمد، واحدة للامام واحدة للخلف، اسرع مع الركض مع الركض مع الركض، اطلع مجموعة واحد، اطلع اسرع 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 اسرع، ها جول، برافو، اطلع عبد الرحمن، ممتاز 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 يا لعيب، حلو حلو، اطلع اسرع اسرع، خالد اسرع، خالد يسارك، هي جول، اوه اطلع محمد، وسع وسع لخويك، وسع لخويك، سدد.